دكتور محمد صلاح السبكي، رئيس هيئة الطاقة المتجددة السابق، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. يعني مصر لديها الكثير من الخبرات في مجال الصناعات البترولية والبتروكيماويات، يعني برأيك إلى أي مدى يساهم ذلك في تحقيق الاستفادة لبقية دول القارة الإفريقية؟ بدون شك هي خبرة متراكمة، مصر بالعاملين فيها تراكمت هذه الخبرات في مجال الاستكشاف والتنقيب وإنتاج المواد البترولية والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مؤخرا أيضا التوجه إلى إنتاج الهيدروجين وخصوصا الهيدروجين الأخضر من الطاقات المتجددة، فده هيساهم بدون شك في تحسين ميزان الطاقات من الطاقات الأحفورية إلى الطاقات النظيفة الخالية من الملوثات. فهذا التوجه وهذه الخبرات هي خبرات متراكمة تؤهل مصر لأخذ دور ريادي في هذه المجالات. دكتور، يعني بتقدير حضرتك يعني ما هي الأهداف طويلة المدى بشأن التحول الطاقي عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي المستهدف على المدى القصير، خاصة في أسواق الطاقة الإقليمية، إلى جانب أيضا تحقيق الاستدامة؟ احنا بدون شك احنا حاليا على مستوى الطاقة هناك عندنا اكتفاء ذاتي، هذا الاكتفاء الذاتي بيزيد عليه مصادر أخرى إضافية يمكننا أن نصدرها بشكل جيد، فده هتسمح بأن هذا الدور الاقتصادي أن مصر تأخذ به مجال الريادة بالذات في المنطقة الإقليمية، بالإضافة إلى المناطق القريبة كجنوب أوروبا وأيضا القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط. صحيح. تحولنا إلى دولة كانت من دولة مستوردة للطاقة إلى إن احنا دولة بقى عندنا عندنا نوع من الوفرة حاليا في الطاقة البترولية والغاز الطبيعي والكهرباء أيضا. الرئيس السيسي اليوم يا دكتور قال إن مصر بتتحول لمركز بالفعل أو محطة للطاقة، كان لزام أن تكون شبكة الكهرباء والتوزيع أيضا قادرة على استيعاب النقل لدول مثل ليبيا والسودان والأردن. هو طبعا خد مصر كمثال، يعني لم يذكر دول أخرى، ولكن أخذ مصر كمثال في مشكلة النقل. يعني إحنا عندنا القدرة على هذا، ولكن بعض الدول لا تستطيع مشكلة نقل الطاقة. نقل الطاقة هي يعني نوع من التحديات التكنولوجية، وزي ما حضرتك أشرتي في بلاد حولنا ما عندهاش هذه القدرة، فمصر بقطاعات البترول وقطاع الكهرباء الاثنين هيساهموا إن شاء الله، وهو في الواقع بيساهموا أيضا في تقوية خطوط الربط وشبكات الربط ما بيننا والدول الأخرى بناء على الخبرة المصرية، وأيضا لنقل هذه الخبرة إلى هذه الدول المجاورة، وخصوصا أن هذه الدول المجاورة ستكون قريبا في حالة انتقال تنموي. صحيح. هذا الانتقال التنموي هيحتاج إلى طاقة وهيحتاج إلى هذه الخبرات المتراكمة أيضا. طيب، بذكر الخبرات، خبرات كبيرة ورائدة في مجال الصناعة البترولية والصناعات، صناعات الطاقة بشكل يعني عام، إلى أي مدى يسهم ذلك في تحقيق الاستفادة لبقية الدول أو استفادة الدول بشكل عام، مش الأفريقية فقط، من مصر؟ بدون شك حضرتك ده هيساعد على تنويع مصادر الطاقة لهذه الدول وأيضا نقل الخبرات. تنويع مصادر الطاقة لهذه الدول هيبعد هذه الدول عن الضغوط الاقتصادية والضغوط السياسية اللي ممكن تتواجد عندها نتيجة انهم بيعتمدوا على مصدر وحيد لتوريد الطاقة. فوجود الطاقة ووجود مصر كممر
كمنتج وايضا كممر لانواع مختلفه من الطاقه، ده هيساهم في ان هذه الدول الاخرى هتخرج من تحت الضغوط الاقتصاديه المختلفه والضغوط السياسيه المختلفه. يعني سبل الوصول بصافي زيرو انبعاثات الى صفر يا فندم عبر تعاون طبعا القطاعات المختلفه، يرى البعض ان هناك صعوبه، هل بالفعل هناك صعوبه في هذا يعني التقدير لمستوى صفر؟ هناك صعوبة زمنية، بمعنى ان حضرتك ان الوصول الى صفر انبعاثات او صفر في تأثير الانبعاثات ده هيستلزم التحول في كثير من الأنشطة الاقتصادية الى الطاقات المتجددة او الى الطاقات الخضراء، فده التحدي الزمني له، يعني هو ده هذا التحدي القائم. واعتقد ان احنا في مصر هنا بنعمل على تقليل هذا التحدي الزمني لنا وللدول اللي حوالينا طبعا بدون شك. الكل متفق يا دكتور ان العالم قد تغير، ومن اهم ما تغير في العالم هو المناخ، هناك مؤتمرات وهناك مشاركات حول تغير المناخ. مصر في انتظار نهاية هذا العام لإقامة كوب 27 وتغير المناخ، يعني كل ما يدور الآن أو اليوم في هذا المؤتمر يعني يكون مقدمة لما يكون عليه كوب 27، يعني ده هيساهم في ده ازاي يا فندم؟ حضرتك ده يعني مؤتمر الأطراف 27 في نوفمبر من هذا العام إن شاء الله، يعني هيعكس كثير من الأنشطة اللي في مصر اللي ممكن تساهم بشكل إيجابي، بعضها قائم فعلا وبعضها بيساهم بشكل إيجابي في التحول للطاقات المستدامة والطاقات المتجددة. يمكن ده فرصة لنا لمصر ولدول أخرى أيضا، إنما لمصر أساسا إنها تجذب استثمارات للتحول الطاقي، ويمكن ده حصل في كوب 26 زي ما حضرتك أشرتي، لما جنوب أفريقيا حصلت على دعم كثير من الدول ودعم يعني غير مسبوق لتحول محطات الكهرباء الخاصة بالمنظومة في جنوب أفريقيا، التحول من الوقود الأحفوري والمصادر الفورية إلى الطاقات المتجددة. فإن شاء الله في مصر هنا إحنا نقدر نحصل أيضا على كثير من الاستثمارات في هذا المجال، في مجال التحول للطاقة هيسرع في التحول الطاقي زي ما أشرت من شوية، بمعنى أصح إن إحنا من الناحية الزمنية هنقدر نصل بالتحول في الطاقة إلى الطاقات المستدامة بشكل أسرع. يعني ليس هناك مستحيل في الوصول للدرجة صفر، ولكن هو التوقيت الزمني. التوقيت الزمني ده صح زي ما حضرتك أشرتي بالضبط. دكتور، كان هناك المشاركون في الجلسة الحوارية الأولى حول الطاقة في إفريقيا ومؤتمر تغيير المناخ 27، يعني أكدوا على أهمية زيادة الاعتماد كما ذكرت حضرتك يا دكتور على تصنيع البترول والمشتقات في إفريقيا بدلا من تصديره كمادة خام. أيوة طبعا ده حضرتك يعني ده مهم، لأن ده هيمثل أنشطة اقتصادية جديدة لها عائد القيمة المضافة بتاعتها أعلى بكثير، فده هيمثل أنشطة اقتصادية لكثير من الدول، أنشطة اقتصادية إضافية، فده هيمثل يعني فائدة اقتصادية لكثير من الدول، بدل ما يتم التصدير وتوفير الطاقة في صورتها الأولية فقط. نعم، دكتور محمد صلاح السبكي رئيس هيئة الطاقة المتجددة السابق، شكرا جزيلا لحضرتك.